القديمة. القديمة اللي هي ايش يعني قديمة؟ لما اقول قديمة معناها abnormal accumulation of fluid in the interstitial space، سوائل بتتجمع في الانترستيشال سبيس، سوائل بتطلع من الاوعية الدموية وتطلع برا الاوعية الدموية وتقعد في الانترستيشال سبيس. caused by many diseases through one or more of the following mechanism، عدة امراض بتسببها وكلها عندها اسباب مختلفة. اول سبب ليها increase الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، يعني شنو ضغط الهيدروستاتيك؟ يعني ايش الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر؟ ده الضغط اللي بيطلع السوائل من الاوعيه الدمويه، يطلعها برا الاوعيه الدمويه. some disease may cause accumulation of fluid in the vein thus increasing the hydrostatic pressure at the venular end of the capillaries. بعض الامراض بتؤدي لانه تتجمع الدم بيتجمع في داخل الاورده وبيزيد الهيدروستاتيك بريشر، الضغط في داخل الهيدروستاتيك بريشر بيزيد، فيقوم ايش الهيدروستاتيك بريشر مهمته هو انه يطلع سوائل خارج الاوعيه الدمويه. وين ذا هيدروستاتيك بريشر بيكام هاير ذان ذا اونكوتيك بريشر، ايش هو الاونكوتيك بريشر؟ الاونكوتيك بريشر ده شغال عكس الهيدروستاتيك بريشر. الاونكوتيك بريشر ده اللي هو يكون بسبب البروتينات، ضغط بتتحكم فيه البروتينات، ده بيخلي السوائل تدخل في داخل الاوعيه الدمويه. الانكوتيك بريشر بيخلي السوائل تدخل داخل الاوعيه الدمويه، والهيدروستاتيك بريشر بيطلع السوائل من الاورده الاوعيه الدمويه، الاورده يطلعها في الانترستيشال سبيس. فلو بقى الهيدروستاتيك اكثر من الانكوتيك بريشر هتطلع السوائل. The return of the filtered fluid to the capillaries is prevented causing edema. السوائل قدر ما يجي الانكوتيك بريشر عنده سوائل قاعده تقدر يدخلها في الـ في الـ في الـ الفينس ما يقدر يدخلها لانه الضغط عالي جوا الفين، فتقوم تطلع السوائل من الفين بدل ما تدخل، لانه الهيدروستاتيك بريشر هنا ايش اكثر من الانكوتيك بريشر. طيب في حاله ثانيه اللي هو فشل القلب الهارت فيلير، مثلا من الامراض اكزامبلز انكلود الامراض اللي بتخلي ليه الهيدروستاتيك بريشر يرتفع، الهارت فيلير فشل القلب ليفت سايد هارت فيلير جنب الشمال منه ريزلت ان اكوميليشن اوف فلويد ان ذا لانج فينس، تتجمع السوائل في الاورده بتاعه الرئة causing pulmonary edema، فتطلع سوائل من الفينس تطلع وين؟ تطلع برا في الانترستيشال سبيس في الاديما، تعمل اديما، لكن للاسف الاديما دي تكون في البلمونري والواحد ما يقدر يتنفس ودي ممكن تكون تقتل. whereas right sided heart failure cause accumulation of blood in systemic veins causing generalized edema. طيب الليفت هارت فيلير، الليفت سايدد هارت فيلير ده بيعمل ليه بلمونري اديما لانه بس بيتجمع في اللانج فينس. اما في حاله الراي سايدد هارت فيلير اكوميليشن بتاع الفلويد في السيستم كلها وده بيديني جرنايز اديما، سوائل بتتجمع في كل مكان. يبقى في الليفت هارت فيلير السوائل بتتجمع في اللنج بس تعمل لي بالمر اديما، في حاله الراي سايد هارت فيلير كل مكان. الفينوس اوبستراكشن ده سبب ثاني من الاسباب اللي ترفع عليه الهيدروستاتيك بريشر ريزلت ان اكوميليشن اوف بلود بروكسيمالي تو ذا سايد اوف اوبستراكشن كوزينج لوكلايزد اديما، لو كان في قفل بالفين، إذا تقفل البين بيكون الضغط عالي الهيدروستاتيك بريشر بيزيد وده السوائل تطلع فبيحصل لوكالايز إديما في المكان بتاع الانسداد ديه. في شيء لازم إنه نتذكره، إديما is not caused by hypertension، يعني مثلا واحد يقول لك إنه الإديما دي بسبب ارتفاع الضغط، لا مو الهايبرتنشن اللي إحنا بنعرفه، الضغط الثاني ده الهيدروستاتيك بريشر ضغط داخل الاوعيه الدمويه، بس الهايبرتنشن، الهايبرتنشن اللي هو اخذ دايابيتس والحاجات دي مو هو اللي يعمل الاديما. ذا هيدروستاتيك بيكوز ذا هيدروستاتيك بريشر اوف كابيلاريز از نوت انكريز، لانه الهيدروستاتيك بريشر بتاع الكابيلاريز ما بيزيد ات ذا فينيولار اند اوف ذا كابيلاريز، بيكوز الهيدروستاتيك بريشر بتاع الكابيلاري ما بيزيد في الفينيولار اند بتاع الكابيلاريز which is the side of the absorption اللي هي مكان الامتصاص. إديما not caused by hypertension. إديما is not caused by arterial obstruction. الأرتيرا لو منسد، يعني شوف هنا احنا قلنا venous obstruction، venous انسداد الفين، أما الأرتيرا ما عندها دخل بالإديما. is not caused by arterial obstruction because this decrease blood flow to the capillaries، لأنه أصلاً لأنه قال لنا شنو الإديما is not caused by arterial obstruction، الأرتيرا انسداد الشرايين ما بسبب لنا إديما، انسداد الفين الأوردة هي اللي بيسبب الإديمة. ليه انسداد الشرايين ما بسبب الإديمة؟ because this decrease blood flow to the capillaries، لأنه أصلاً الدم اللي بيمشي في الكابيلاري بيكون شوية and therefore الهيدروستاتيك بريشر بيكون قليل، فإذا الهيدروستاتيك بريشر
قليل ما بيقدر يطلع السوائل من الدم ويطلعها برا في الانترستيشال سبيس. طيب السبب الثاني للإديما قلنا الأول انكريز الهيدروستاتيك بريشر، الضغط زاد الهيدروستاتيك بريشر فبتطلع السوائل. المعاكس ليه في عمله منه الأنكوتيك بريشر، الأنكوتيك بريشر بيضغط لجوا بيشيل السوائل ده يدخلها جوا الأوعية الدموية، فإذا الضغط اللي بيخلي السوائل ده تدخل داخل الأوعية الدموية قام ديكريزد قلة، ها أكيد حتحصل الإديما. الديكريز أنكوتيك بريشر. طيب الأسباب المرات شنو اللي بتخليه إنه يخلي ديكريز في الأنكوتيك بريشر؟ أول حاجة أي مرض يقلل ليه البروتين، لأن الأنكوتيك بريشر بيعتمد على البروتين، والبروتين دي عاملة زي المغناطيس للسوائل، البروتينات دي بتمتص السوائل تمسكها. This decrease oncotic pressure قلنا some disease may lower the level of protein in the plasma. This decrease oncotic pressure, the low oncotic pressure prevent absorption of filter fluid back to the intravascular space causing edema. اللي هي لو كان عندي lower low oncotic pressure، الoncotic pressure منخفض ما بيسمح بامتصاص السوائل القاعدة برا في الانترستيشال سبيس دي وفي ذا فلتر فلويد باك تو ذا انتراباسكولار، يعني ما بخليها يمتصاها والبروتين تقوم يدخلها داخل الأوعية الدموية. بريفنت الابزوربشن بتاع الفلتر فلويد دي باك تو ذا انتراباسكولار سبيس، وبالتالي بيتكون السوائل تتكون في داخل الانترستيشال سبيس لأنه البروتين قليل، والبروتين كتير كان جذب السوائل دي ودخلها في الانتراباسكولار. أسباب بتاعت البروتين إنه يقل دي إيش هي؟ أول حاجة سوء التغذية المال نوتريشن مثلا اللي هو ديكريز البروتين انتيك، ناس ما بتاكل بروتينات دي، الناس الكواش الكور، ناس الكواش يقول لك عمبر الكواش عند اللي عندهم سوء تغذية شديدة الكواش الكور. It results in generalized edema. نشوف ناس الكواش ده زي عكس ناس المرازمة، ناس المرازمة تلقى الواحد ضعيف جدا حتى ناس العجايز، لكن الكواش ده تلقاهم منفوخين لأنه إديما كل جسمهم كله متنفخ سوائل في كل حتة. ناس عندهم مال ابزوربشن، البروتين الواحد اكل بروتين وكل حاجه لكن ما بيحصل امتصاص للبروتين، دي زي ناس مين ديلا دي اللي عندهم كرونيك بانكرياتايتيس التهاب في البنكرياس مزمن، ده كمان بيؤدي لجنرالايز ايديما. الناس اللي عندهم مشاكل مساكين في الليبر في الكبد كرونيك ديزيز لايك الليبر سيروزيس، السيروزيس بتاع الليبر طيب ما بتصنع الليبر دي هي بس تصنع البروتين، طيب هي مريضه ما بتقدر تصنع بلازما بروتين فبالتالي اولسو تؤدي لجنرالايز ايديما. الرينال ديزيز الناس عندهم مشاكل في الكلى، الناس الكلى دي زي النفروتيك والنفريتيك سندروم او ناس الفشل الكلوي مشكلتهم ايش؟ لوس اوف بلازما بروتينز، بيحصل لهم لوس اوف بلازما بروتين، البروتينات بتطلع مع ممكن البروتينات تنزل تطلع في البول وريزلت ان جنرالايزد ايديما. طيب واحد ثاني من الاسباب الليمفاتيك obstruction، يكون في انسداد في الليمف، الليمفاتيك obstruction، الليمفاتيك obstruction هنا obstruction of the lymphatic result in accumulation of fluid، obstruction of the lymphatic result in accumulation of fluid that is supposed to be absorbed by the lymphatic. اساسا لما يكون في انسداد في الليمف ده بيؤدي accumulation اللي تجمع السوائل اللي هي المفروض تمتصها بالليمف، لأنه الليمف ده بيتخلص لنا من السوائل الزايدة، بيتخلص من السوائل الزايدة من الانترستيشن زي فور تكميليت كوزين إيديما. فالليمف لو هو مشد فده بيؤدي لإنها إيديما. The obstruction is caused، إيش اللي يخلي طيب الليمف ده ذاته أصلا ينسد؟ الفليريا، فليرياسيس أدي هو ده الفيل، الفليرياسيس وورمز ذات ليف وزين ذا ليمفاتيك فيزلز اللي هي عبارة عن ديدان بتكون في الأوعية الليمفاوية. الفلاريزيس ريزلت ان لوكالايز إديما، يؤدي إلى إديما في أماكن معينة. فيري لارج سويلينج بروكسيمال تو سايد اوف سوركشن نون، بيكون في سويلينج تورم قريب من المنطقة بتاعة الانسداد واسمه إليفانتيازيس ده الفيل. سيرجيكال ريموفر اوف ليمف نود، يعني مثلا لو قاموا مثلا في عمليات اللي هم من سرطان الثدي والاشياء زي كده بيعملوا يشيلوا الغدد الليمفاويه which drain the side of the cancer، which drain side بتاع الكانسر. This is done to prevent spread of secondary cells from the cancer. It interrupts the lymph flow resulting in localized edema. فدايما بنلقى مثلا السيدات، بنشوفها كتير في السيدات اللي يكون عندهم سرطان الثدي ويشيلوا لهم الثدي ويشيلوا لهم معاه الغدد الليمفاويه، يدهم تتورم شديد. ليه؟ لانهم
عملوا انتربشن للليمف، فما الليمف ما طلع، وده بيؤدي للكولايزد ايديما، يكون عندهم ايديما شديده. طيب السبب الرابع انه انكريز البرميبيليتي في كابيلز، الاوعيه الدمويه ذاتها تبقى خفيفه وشفافه، فتقوم تخلي السوائل تطلع منها بكثره. في بعض الامراض دي تخلي انه السوائل تطلع من الكابيلز الاوعيه الدمويه، انكريز البرميبيليتي في كابيلز ان الاو فلتريشن اوف بلازما بروتين، تخلي البلازما بروتين البلازما دي تطلع برا الاوعيه الدمويه زي انترستيشيوم، ذس انكريز، وبكده تقوم تزود الانكوتيك بريشر، وزودت increasing the oncotic pressure which absorb fluid to the outside causing الإديمة. تطلع السوائل للإنترستيتيا الانكوتيك بريشر يعملها absorption تطلع outside. The capillary permeability is increased. دي بل بيخلي الأوعية الدموية دي النفاذية بتاعت الزيت إيش هي؟ زيادة نفاذية الأوعية الدموية. The inflammation يكون الأوعية الدموية دي ملتهبة. The increased permeability is due to mediator of the inflammation. بيكون في العوامل بتاعت الالتهابات اللي تنطلق دي بكريات الدم البيضاء النير باي تيشوز والانسجه، ريزلت ان لكنايز ايديما تطلع سوائل للخارج. البيرن في حاله الحريق، في حاله الحرق نشوف الناس الحلاق بتكون فيه زي بليسترز كده، ممكن تجمع مويه كده في محل الحريق. السوائل المويه اللي بتحرك دي عباره عن ايديما، دي سوائل طلعت برا بسبب انكريز البيرميبيليتي النفاذيه تحت الاوعيه الدمويه. از ديو تو هاي تمبريتشر، ليه؟ بسبب انه ارتفاع درجه الحراره، ارتفاع درجه الحراره ادى انه السوائل تطلع برا، وبنلقى يكون في زي بالونه منفوخه في محل الحرق كده. ريزلت لاكلايز ايديما. الاليرجي، انواع الحساسيه، نشوف الناس اللي عندهم حساسيه وشهم يكونوا يتورم، شفايفهم تورم، تحت عيونه يتورم، ليه؟ لانه كمان زاد انكريز البرميبيليتي النفاذيه بتاعت الاوعيه الدمويه بسبب ماده الهستامين. عشان كده لما الواحد يكون عنده حساسيه يقول لك ابلع انتي هيستامين، مضاد للهستامين، لانه في الحساسيه في هستامين كتير، اللي هو الهستامين ده بيجي من منه الهستامين، ماده الهستامين بتتلغى نوعين من الخلايا هي الماست سيلز والبيزوفيلز، الخلايا القاعديه والماست سيلز. ات ريزلت لوكالايز او جنرالايز ايديما، ممكن تقول لوكالايز ايديما بس حساسيه في حته معينه او كل الجسم. طيب انواع الايديما دي ايش هي؟ ايديما ممكن نقسمها لنوعين، تو تايبس، طيب بنوعين. by applying pressure on it on one side using one finger the thumb against bone for a minute. هي يقول لك 1-1-1 يعني 3-1. ايش يعني 1-1-1؟ one side منطقة واحدة وبأصبع واحد ولمدة دقيقة واحدة. طيب دي الإديمة، عشان تقول انك انت الإديمة في نهاية مثلا الرجل في وبأصبع واحد one side، يعني ما ترفع هنا وتضغط هنا وتضغط هنا، لا ب one side في منطقة واحدة وفي finger واحد ولمدة 1 minute. يا إما يكون عندك بيتنج إديما، يعني يكون مثلا البيتنج إديما يكون الفينجر يخلي لك علامة مارك بيت كده دخل لجوة، ومزا سكين ذا مارك أبير بيكوز ذا فلويد اسكيب أواي فروم ذا سايد أوف ذا بريشر، لأنه السوائل تطلع من المنطقة بتاعت الضغط عليها دي، وبعدك تجي راجعة بالراحة بالراحة. كوز أوف بيتنج إديما، أي حاجة إيش اللي خلينا يكون عندي بيتنج إديما؟ أي حاجة تعمل لي هاي كابيلاري هيدروستاتيك بريشر أو لو كابيلاري أونكوتيك بريشر. الأسباب الحاجات اللي تعمل هاي كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، واحدة احنا ما قلنا عندنا أربع أسباب صح؟ اللي بتعمل هاي كابيلاري هيدروستاتيك بريشر والسبب لو كابيلاري أونكوتيك بريشر تتعمل بيتنج إيديما. والنن بيتنج إيديما لما أضغط ما بكون عندي علامة في الجلد because escape fluid return rapidly، بسرعة ترجع. This is because it is attracted by proteins that are filtered in the interstitium. ليه؟ لأنه في بروتين بيجذبها، بيجذب السوائل يرجعها بسرعة. ايش اسباب النن كوزنج ايديما، النن بيتنج ايديما ايش سببها؟ اول كوز اوف انكريز بيرميبيليتي، اي حاجه تؤدي لزياده النفاذيه في الاوعيه الدمويه بسبب نن بيتنج ايديما. واي ليمفاتيك اوبستراكشن، زي عشان كده السداء الفيل بلقى عندهم نن بيتنج ايديما. فهي دي الاربع اسباب، هاي كابيلاري هيدروستاتيك بريشر ولو كابيلاري اونكوتيك بريشر بتسبب بيتنج ايديما، وانكريز بيرميبيليتي وليمفاتيك اوبستراكشن تعمل ايه؟ نن بيتنج ايديما. كده خلصنا.